ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير، بعد التحية، كيف تقرأ الدعم المصري المتواصل منذ بدء أزمة إعصار دانيال في ليبيا؟ الحقيقة يعني درجة عالية من التضامن الرسمي والشعبي مع أشقائنا في ليبيا، واستقبال أيضا وقبول شعبي من الأشقاء في ليبيا للدعم الآتي من مصر في كافة اتجاهاته بحرا وجوا وبرا، ومساعدات إنسانية رصدها التقرير بدقة شاملة لكل ما يمكن أن يخفف وطأة الإعصار على ضحاياه ومصابيه. وأظن أن مراحل الإنقاذ والمساعدة العاجلة تمت، والآن نحن في مرحلة استعادة أيضا البنية التحتية الممكنة التي تساعد أبنائنا للتكيف مع الوضع، من حيث الدعم الذي يقدم لمرفق المياه والذي يقدم لمرفق الكهرباء. فكل مرحلة الإفاقة بحثها نعم القوات. نعم سعادة السفير، هل تسمعني؟ نعم تفضل. وبالتالي أنا أعتقد هذا التلاقي الشعبي والرسمي الشعب الليبي نعم بخصوص حديثك سعادة السفير عن المساعدات المصرية برا وبحرا وجوا، يعني الحقيقة المساعدات المصرية لم تقتصر فقط على البحث والإنقاذ حتى المعدات الطبية، لكنها امتدت أيضا للدعم النفسي للمصابين، فضلا عن تقديم حصص غذائية سريعة للمنكوبين. كيف إذن ترى الجهود المصرية المتوازية في كل الخدمات لدعم الأشقاء الليبيين؟ طبعا يعني جهود مصر مشكورة، وأنا أعتقد أن القبول الشعبي الليبي تعبير أيضا عما يكونه شعب ليبيا لمصر وقيادتها السياسية التي قامت منذ اليوم الأول للأعصار بتكليف القوات المسلحة والهلال الأحمر المصري بتقديم كل ما يمكنه من مئات الأطنان من المساعدات العاجلة، وأيضا مساعدات الإغاثة التي ذكرت أنها امتدت حتى كما ذكر التقرير لحاملة الطائرات الضخمة لتصبح أيضا مستشفى ميداني وتصبح مركز لوجستي لدعم حركة وإيواء ونقل المصابين لمراكز الإيواء سواء في المنطقة الغربية أو داخل الأراضي الليبية ذاتها. وأنا أعتقد هذا التضامن هو جزء لا يتجزأ من سياسة مصر تجاه أمن واستقرار ليبيا، والذي يمتد. إذن هي سياسة مصرية تجاه جميع الأشقاء العرب. شكرا جزيلا سعادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق.